مرحبا، كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بألف خير وأنتم تشاهدون الفيديو اليوم. وفيديو اليوم سوف يكون مختلف جدا عن الفيديوهات السابقة، وهو أول فيديو في سلسلة جديدة على قناتي وهي ستوري تايم. في هذه السلسلة سوف أحكي لكم قصة أو تجربة قد حدثت معي، وفي نهاية الفيديو سأعطيكم نصيحة. ففيديو اليوم سوف يكون عن قصة مشاركتي في تحدي القراءة العربي، والآن هيا نبدأ بالفيديو. ففي السنة الماضية عندما كنت صف سادس قد كانت الدورة الثانية، وهذه السنة إن شاء الله سوف تكون الدورة الثالثة. وقد شاركت في السنة الماضية، وقد كان مطلوب منا أن نقوم بتلخيص قصة بالعربية الفصحى. بعد ذلك قد فزت أنا وبنتان واحتلت المركز الأول، وبعد ذلك قد أعطونا هذه الجوازات. وما كان يجب فعله هو أن نقوم بملء كل جواز بتلخيص كتاب قرأناه. ففي كل جواز كتبنا تلخيص 10 قصص أو 10 كتب. فقد اخترت لأمثل الإقليم في هذا التحدي، والطريقة هي أنك تجلس مع الحكام ويطرحون عليك أسئلة عن كتب أنت كتبت تلخيصها في هذه الجوازات، وبعد ذلك أنت تجيبهم بالطبع. لكن لم أفز على صعيد الجهوي، لكن ليست بمشكلة، إن شاء الله سوف أشارك هذه السنة أيضا. فالنصيحة التي أريد أن أنصحكم هي أن تقرأوا، فالقراءة مهمة جدا لتنمو ذهنكم وتوسعوا معارفكم. كما أن أول كلمة قد نزلت في القرآن هي اقرأ. وهنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو. إذا أعجبكم فلا تنسوا اللايك والاشتراك في قناتي مع تفعيل الجرس ليصلكم إشعار كلما نزلت فيديو جديد. وكذلك هذه الجوازات ما زلت محتفظة بها وأحيانا أقرأها كما أنني أحبها كثيرا. وفقط كما قلت، القراءة مهمة جدا وأنصحكم جميعا بالقراءة. وفقط